عندما يكون الاحتفال بالأعياد الوطنية يتغنى الجميع. هنا التقى أبناء مدينة تعز لأحياء الذكرى 54 لعيد ثورة 14 من أكتوبر. خرجنا اليوم نحتفل في الحفل العيد 14 من أكتوبر، ونعاهد أجدادنا أن نحن ماشيين على نضالهم وعلى دربين سائرين. سنمضي فيه دربنا وجهادنا الذي بدأ المشوار فيه أجدادنا القدماء، سنواصل مسيرتهم. يمثل عيد أكتوبر محطة هامة بالنسبة لهؤلاء، إذ يحكي البطولات التي سطرها الأجداد في مقاومة الاستعمار البريطاني جنوب البلاد، كما يجسد مشاعر اللحمة الوطنية بين أبناء اليمن، وهو أيضا ما عبرت عنه الفرقة الموسيقية الوطنية القادمة من العاصمة المؤقتة عدن. الانفصال بين ثورة 14 من أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر، كليهما ثورتين قامتا ضد الاستبداد، ضد الاستعمار، ضد مخلفاتهما. يرى كثيرون أن الواقع الذي تشهده البلاد الآن منذ اندلاع ثورة فبراير ما هو إلا امتداد لطريق النضال التي سار عليها أجدادهم في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في دحر المشاريع الظلامية وبناء اليمن الواحد. سلسلة من المناسبات الوطنية تمر ذكرها هذه الأيام، ويحتفي بها أبناء المدينة ليجددوا العهد في المضي على طريق أجدادهم في طريق النضال من أجل العيش الكريم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.